السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 12 من سلسلة تمارين الدواء الخطية والدواء التآلفية. هذا التمرين يقول جدالة تآلفية معرفة كما يلي: جي دو إكس تساوي ناقص جوج إكس زائد 3 في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم وإي جي نعتبر النقط. إذا عندنا مجموعة من النقط. السؤال يقول من بين هذه النقط حدد التي تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة جي. إذا نحاول نشوف النقط اللي كتنتمي للتمثيل المبياني للدالة جي. إذا تحديد النقط التي تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة جي ليكون سي جي، إذا نعتبر سي جي هو التمثيل المبياني للدالة جي. إذا هذاك التمثيل المبياني غنسميوه سي جي، يعني لا كورب ديال جي. إذن جي دي إكس كتكتب على شكل ناقص إكس زائد 3. نبدأ بالنقطة أ. إذن بشكل عام لكي تكون نقطة ما تنتمي إلى سي جي يجب أن تحقق أو أن تكتب أو لا الإحداثية ديالها خاصها تكون على الشكل هذا، على شكل إكس جي ديال إكس. مثلا أم واحد الأفصول واحد، إذا كان الأصول تساوي واحد الأرتو خصو يساوي جيد واحد. إذن هنا أ لكي تنتمي أ إلى التمثيل المبياني للدالة جي خصها تكون كتكتب على شكل أ جوج والأرتو خصو يساوي جي ديال جوج. إذن حنا للتأكد من أن أ تنتمي أو لا تنتمي خصني نحسب إف ديال جوج ونقارنها مع العدد ناقص اثنان. إلا كان عندهم نفس الأرتوب، إلا كان جي جوج كتساوي ناقص اثنان أ تنتمي، جي جوج لا تساوي ناقص اثنان، إذا أ لا تنتمي إلى التمثيل المبياني. إذا كنتمنى الفكرة تكون واضحة. إذا غنحسبو جي ديال جوج في الدالة جي، إذا غنعوضو إكس بالعدد اثنان، إذا ناقص اثنان في اثنان زائد 3. إذا ناقص 2 في 2 هي ناقص 4، أسبقية دائما للضرب، زائد 3. ناقص 4 زائد 3 تساوي ناقص 1، ناقص 1 تخالف ناقص 2، وبالتالي أ لا تنتمي. إذا أ لا تنتمي بالشكل هذا إلى سي ديال جي، إلى التمثيل المبياني للدالة جي. النقطة الموالية بي صفر ثلاثة، بنفس الطريقة غادي نحسبو جي ديال الأفصول، يعني جي ديال صفر خصني نلقاها. إلا كانت كتنتمي كتساوي جي ديال ثلاثة، إلا لقيتها كتخالف أو لا ثلاثة، إلا لقيتها كتخالف ثلاثة راها لا تنتمي. إذا جي ديال صفر سنعوض في الدالة، إذا ناقص اثنان في صفر زائد ثلاثة، ناقص اثنان في صفر صفر، صفر زائد ثلاثة ثلاثة، إذا جي ديال صفر تساوي ثلاثة، يعني الصورة ديال صفر كتساوي الأرتو، وبالتالي بي تنتمي إلى سي ديال جي، إلى التمثيل المبياني. النقطة الموالية نقطة سي ناقص خمسة صفر، إذا نحسبو جي ديال الأفصول دائما، جي ديال ناقص خمسة. نعوضو، إذن هي ناقص اثنان في ناقص خمسة زائد ثلاثة. ناقص اثنان في ناقص خمسة تساوي عشرة زائد ثلاثة تساوي ثلاثة عشر، إذن تخالف صفر، وبالتالي السي لا تنتمي إلى سي جي، إلى تمثيل المبياني للدالة جي. إذن نواصل. الآن دي، إذن جي دو إكس تساوي ناقص اثنان إكس زائد ثلاثة. إذن النقطة الموالية هي نقطة دي اللي كتساوي لنا واحد اثنان. إذن دائما كنحسبو الصورة ديال الأفصول، يعني جي دو واحد. إذن كنعوضو، هي جوج في واحد زائد ثلاثة. إذا ناقص اثنان في واحد ناقص اثنان زائد ثلاثة تساوي العدد واحد،
والعدد واحد يخالف اثنان، إذن دي لا تنتمي إلى التمثيل المبياني أي إلى السج. النقطة الموالية E ناقص خمسة اثنان، بنفس الطريقة نحسب جي ديال ناقص خمسة، إذن هي ناقص جوج، إذن كنعود دائما في الدالة جي، إذن ناقص جوج في ناقص خمسة زائد ثلاثة، إذن ناقص اثنان الأسبقية دائما للضرب، ناقص اثنان في ناقص خمسة هي عشرة زائد ثلاثة تساوي ثلاثة عشر، تخالف اثنان، إذن جي ديال خمسة يخالف اثنان، وبالتالي لا تنتمي إلى التمثيل المبيان أي إلى السج. الآن نقطة F إحدى السيد ديالها ناقص جوج ناقص واحد، إذن كنحسبو جي ديال ناقص اثنان تساوي ناقص اثنان مضروبة في ناقص اثنان، إذن نعوض في الدالة ناقص اثنان في ناقص اثنان أربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة، سبعة تخالف ناقص واحد، إذن F لا تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة جي. الآن دال النقطة جي ثلاثة على جوج صفر، إذن كنحسبو جي ديال ثلاثة على جوج كنعوضو في الدالة، إذن هو ناقص اثنان في ثلاثة على جوج زائد ثلاثة، إذن دائما الأسبقية للضرب، إذن ناقص اثنان في ثلاثة على اثنان كنختزلو باثنان كيبقى لنا ناقص ثلاثة زائد ثلاثة تساوي صفر، إذن صفر يساوي صفر يعني يساوي الأرسوب ديال جي، وبالتالي فجي تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة جي. إذن بقات لنا آخر نقطة اللي هي النقطة H ثلاثة ثلاثة، إذن كنحسبو جي ديال العدد ثلاثة كنعوضو في الدالة جي، إذن هي ناقص اثنان في ثلاثة زائد ثلاثة، ناقص اثنان في ثلاثة ناقص ستة زائد ثلاثة، إذن ناقص ستة زائد ثلاثة تساوي ناقص ثلاثة، وناقص ثلاثة تخالف العدد ثلاثة، وبالتالي H لا تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة جي.